العلاقات المصرية الروسية والوضع في العراق وسوريا وليبيا وكذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جميعها قضايا يتوقع أن تتصدر جدول أعمال المحادثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأ زيارة على مدار يومين للقاهرة. وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين لمصر خلال 10 أعوام، وكان السيسي قد زار روسيا في أغسطس الماضي بعد شهور من انتخابه. ويضم الوفد المرافق لبوتين وزير خارجية سيرجي لافروف ووزراء آخرين في الحكومة الروسية ورؤساء شركات، ومن المنتظر أن يوقع الجانبان يوم الثلاثاء عددا من الاتفاقيات التي تعزز العلاقات بين البلدين. وروسيا التي تعد ثاني أكبر مصدر الأسلحة في العالم تسعى إلى دفع العلاقات العسكرية مع مصر. وقال بوتين في حوار صحفي مع جريدة الأهرام المصرية الاثنين إن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية تحد غير مسبوق للمجتمع الدولي، وأشار لاهتمام موسكو بتعزيز التعاون في هذا المجال مع مصر الصديقة سواء كان في إطار علاقاتهم الثنائية أو في إطار منظمات دولية. أما عن الأزمة السورية فقال بوتين إن موقفي روسيا ومصر متقاربان إزاء الوضع في سوريا، وهو ما قد يضع قاعدة مشتركة يمكن الاعتماد عليها في المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية. رحاب علاء، رويترز.